It's not working. I tell you. What are you doing now? العطية مو بقيمتها، فرحتها بمشاركتنا فيها. أنا عندي مصباح ببيعه. تقربنا من بعض، تحسسنا بأهميتنا لبعض. هذا فيلم عتيج. نعم. عتيج مع الأسف أنا ما حضرت عرضه. نعم. يعني صورت وخلصت و يعني بعد بخمسة أيام على طول سافرت أمريكا. نعم. لأن حفيدي كانت عنده عملية. نعم. كبرى. فمع الأسف ما شفته، بس العمل هذا جدا جميل. كنت راضي على هذا العمل؟ أنا ما شفته وما شفته حتى في اليوتيوب، ما شفته. ما أبي أشوفه. ليش؟ لأسباب حابة أني أشوفه في دار العرض. حلو. نعم. لأنه راح يختلف. أكيد يختلف. صوت السمع. صحيح. المؤثرات. نعم. راح يختلف، فكنت حابة أشوفه في دار العرض. أجواء يكون. السينما نفسها. أي طبعا. طيب تشوفين أستاذ أن السينما الكويتية لها مستقبل؟ والله أنا أتمنى أن يكون لها مستقبل، والمفروض يكون لها مستقبل. يعني شو اللي ينقصها؟ في خطوات يعني. نعم. إن شاء الله بادين يعني. إن شاء الله والله يعطيهم العافية يعني. نعم. قاعد يعملون. إحنا دائما نقول لما نتكلم على السينما بالكويت، إحنا بدينا من بس يا بحر. السينما عندنا. إيه. لو مكملين من ذيك الأيام، لو مكملين كان إحنا اليوم أساطير بالسينما طبعا. أساسا أستاذ فيصل حبيبي وخيي، الكويت إيه، هوليود الخليج. صحيح. وهذا ما حد ينكره. رواد طبعا. نعم. رواد هوليود الخليج الكويت يعني. في السينما، في المسرح، في التلفزيون. في الإذاعة. نعم. يعني السينما، أنا اشتغلت سينما، عملنا عمل فهد العسكر. فهد العسكر رحمة الله علينا. نعم. الله يرحمه. نعم. جدا العمل ممتع وراقي وقيم. فإحنا يعني احنا اهل الشيء هذا. صحيح. نعم. صحيح. بس اللي اتمناه يعني نقول الله يعين ان شاء الله. الله يعين. الله.